بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب. السلام عليكم. غادي نقدم لكم اللحم بالبرقوق، براس اللحم بالبرقوق الطريقه القديمه ديالنا براس الحانوت. عندنا ناخذ الكوكوط ديالنا نديرو فيها مثلا كيلو ديال اللحم، بصله كبيره، ليبزار، شويه ديال الخرقوم، ما يكونش كتير، هي شويه النسمه ديال الخرقوم او الزعفران الحر، اما الخرقوم اما الزعفران الحر، وشويه ديال راس الحانوت، شويه ديال راس الحانوت، واحد الوريقه ديال موسى، ورق موسى، وعواد ديال القرفه، والزيت الروميه، وغادي نشحروا الحيمه ديالنا بالعطريه ديالها تتشحر، وغادي نديروا القياس ديال الماء ديالنا، ونسدوا الكوكوط على الحيمه تطيب. طيب اللحم كنهزوا، كنديروا كويسرونه، كنهزوا واحد جوج مغيرفات ديال المريقه ديال اللحم، كنديروها في كسرونه، وكيكون البرقوق عندنا فازق، كنسقطروا داك البرقوق ديالنا تيكون رطب، وكنديروه في الكسرونه، كنديروا عليه المريقه ديال الغليه ديال الحيمه، كنزيدوا عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال هذا ديال الزيت، حط رطقه ديال الزيت، وكنخليو ديك وشويه ديال القرفه، وشويه ديال السكر، وكنخليو داك البرقوق ديالنا تيطيب حتى يتعسل لينا البرقوق، حتى كيتعسل مزيان. ملي كان في الاخر ديالو كنحاولو ملي كيقرب يدير المرقه تتكون اللي كان المريقه ديال الطنجره، ما كنهزوهاش هكداك، تنصفيو المريقه ديال الطنجره. علاش تنصفيو ديك المريقه؟ باش ما كيبقى اللون داك اللوين ديال البرقوق مزيان فيه. ملي كنصفيو ديك المريقه ديال البرقوق في الاخر كان حتى كيقرب داك البرقوق صافي تعسل، كنزيد الطريقه عاود الزيت باش كيبقى بالبريو ديالو، وكتكون طايبه الحيمه ديالنا. كنصبو في الغطار الحيمه ديالنا، وكنديروا البرقوق فوق منها. التزيين كيف ما بغيتو، يا لوز مهرمش او لوز صحيح من الفوق. وهذا هو التقديم ديال اللحم بالبرقوق براس الحانوت.